كندا تؤكد حالة كورونا عائدة من مصر. تايوان تؤكد حالة كورونا عائدة من مصر. فالجزيرة قاعدة مركزة لحظة بلحظة، أي حاجة فيها جملة مفيدة لمصر تبرزها. هو عاوز يشيع ده وانا قلت قبل كده انه مسألة، طب انه لو إثارة الفزع دي هتعمل فوضى يا جماعة. ما هو الناس يقول لك ما فيش عيال تروح مدارس، فيش ناس تنزل شوارع، فيش ناس تروح وظائفها، تشل البلد بشكل كامل، رغم انه الخطر لم يقترب من مصر حتى هذه اللحظة. قد يكون في سيناريو انه يقترب عادي جدا. هو انت ايه زيادة عن الدول اللي ممكن يصاب؟ بس هو الناس في مصر اللي هو ايه يقول لك يلا يا جماعه يلا عاوزين كورونا دلوقتي عشان نخلص. ولذلك مثلا الاجتماع بتاع الرئيس لما التقى النهارده بالدكتور مصطفى مدبولي وكانت معاه دكتوره هاله زايد، وكان بيطمئن على حاله الجاهزيه المصريه لمواجهه اللي هو ايه هذا الفيروس والاجراءات الوقائيه اللي احنا عاملينها. لا ده احنا زدنا على كده كمان انه الرئيس كلف وزيرة الصحة ان تسافر الى الصين عشان تروح تشوف تتابع الوضع هناك والناس بيعملوا ايه، لانه الصين دي مش بلد صغيرة، مش بلد هتسيب اقتصادها ينهار، الناس عندهم اجراءات بيعملوه. كونك انت هنا المسؤولة عن الصحة في مصر، المسؤولة رسميا عن الصحة في مصر، تروح للصين وعملت في المطار مؤتمر صحفي وكان موجود فيه سفير الصين في مصر، والراجل هو من كشف على انه مصر بترسل من جديد. انتوا عارفين مصر لما جبنا ال 306 من الولاد بتوعنا من هناك من وهان، مصر كانت بعتت 10 طن من المستلزمات الطبيه والوقائيه عشان تساعد. فمصر وزيره الصحه رايحه الصين في هذه الزياره يعني المهمه جدا. وانا مره تانية انا بشكر هذه السيده لانه هي بتخوض معركه على محورين، يعني محور عشان تشتغل على الاجراءات الوقائيه دي، ومحور الناس قاعده تشد فيها عشان تعطلها وتشد فيها بالسخريه مره وبالحط من شانها مره وبالتقول عليها مرات. بشكرها لانه هذه جراه كمان انها تروح الصين عشان تبقى الامور مكشوفه. يا جماعه حاله الفزع دي غير مناسبه للوضع اللي احنا واصلين له او ان احنا موجودين فيه. في دول مصابة موبوءة، يعني أنت لما تروح مثلا للجماعة بتوع قطر. والنهارده الحقيقة يعني الصديق العزيز الأستاذ طارق العوضي نبهني إلى إنه في قرار قطر عملته. كتب هو على صفحته الأول، قال لك تحت دعوى إجراءات كورونا الحكومة القطرية تتخذ إجراءات بالغة الدناءة في مواجهة المصريين العاملين بالدوحة. بما يعني عدم عودة المسافرين الآن في إجازة وعدم مغادرة المواطنين المصريين للدوحة. طيب ليه كتب الكلام ده؟ لأنه طلع قرار اللي هو إيه؟ تعميم رقم 7 لعام 2020 من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر. دي وثيقة يا جماعة. أهي. قالك نود افادتكم بانه في ضوء انتشار وباء كورونا على نطاق عالمي وفي اطار التدابير اللازمه للحد من انتشار المرض، يرجى التقرم بالعلم بانه يحظر قبول المسافرين من الحاملين الجنسيه المصريه والقادمين عن طريق نقط وسيطه وذلك حتى اشعار اخر. طبعا حكايه القادمين عن طريق نقط وسيطه دي لانه قطر محاصره يعني. كما ينطبق هذا القرار على جميع المسافرين السابق الاشاره لهم حتى في حاله حملهم لاقامه ساريه المفعول في دوله قطر. يطبق هذا القرار على الرحلات القادمة إلى دولة قطر اعتبارا من تاريخي ولحين إشعار آخر. اللي هو أنت قطر هنا طالعة يعني قطر جاي لها الوباء من إيران ورايحة جاية على إيران، لأنه خلي بالك أنه بيبقى في هذه المعارك أهداف أخرى. فأنت يحط مصر في جملة مفيدة. الناس شككت في القرار ده، ولأنه في صفحة اللي هي مريم آل ثاني يبدو ان هي صفحة فيك اصلا، يعني صفحة مش مظبوط، نشرت القرار ده وقالت انه لا صحة لما يتم تداوله حول منع الاشقاء المصريين الحاملين للاقامة من الدخول الى دولة قطر. كويس. فقلنا طيب والله قطر عاقلة. لقينا لا، انه الصفحة اللي نشرة بتقول انه التقرير ده او الوثيقة دي غلط. الصفحة ايه اللي غلط؟ لانه طلع بعد شوية
تعميم رقم 8 لعام 2020 اللي هو توضيح للتعميم رقم 7 اللي هو بيمنع المصريين ان هم يدخلوا قطر، فمعنى كده ان المصريين اللي موجودين دلوقتي وكانوا شغالين في قطر مش هيعرفوا يرجعوا، والمصريين اللي موجودين في قطر مش هيعرفوا يجوا لان هم مش هيعرفوا يدخلوا تاني. التوضيح بقى للتعميم قال لك ايه؟ بعد ما قال انه تقرر حظر قبول جميع المسافرين القادمين من جمهوريه مصر العربيه عن طريق نقاط وسيطه بما في ذلك حاملي الاقامات السريه المفعول في دوله قطر. قال ويستثنى من هذا الحظر المواطنين القطريين فقط. فانت فده مثلا قطر تحطك فيه جمله مفيد. المواقع حتى المواقع الاخرى زي حريه، بص ده وده موقع تابع برضو للاخوان، فيقوم طلع لك بالسعوديه تقرر عدم دخول المصريين الى المملكه وتلغي جميع الرحلات الجويه القادمه من مصر. في رغبه شديده جدا في حصار وخنق البلد دي بانه عندكم كورونا. طب اللي هو يعني الاعتراف بده لما يحصل على فكره هيبقى ليه اجراءات، انما فجاه تلاقي شعب كله مشغول اللي هو ايه في انتظار كورونا، ده عنوان الشعب المصري الان في انتظار كورونا. يا جدعان لما تيجي الناس هتقول والله ما حدش هيخبي.